اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء، بل أن الأحياء أموات. هذه المقولة للباحث والمؤرخ ابن خلدون الذي يعتبر مؤسس علم الاجتماع الحديث، وقبل أيام صادفت ذكرى ميلاده 691. فمن هو ابن خلدون؟ وما حقيقة الجدل حول أصله؟ وماذا عن مؤلفاته ومقدمته؟ هذا موضوعنا في سطرين معي عبد الله الجباوي. ابن خلدون هو ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون الخضرمي، وهو المكنى بأبي زيد. ولد في تونس يوم 27 من أيار عام 1332. أما أصل ابن خلدون فهو إلى الآن مختلف عليه، فهناك تيار يمثله المفكر السوري ساطع الحصري يرجح فيه أن يكون ابن خلدون من أصل عربي. أما التيار الثاني وعلى رأسه الأديب المصري طه حسين الذي يقول إن ابن خلدون من أصول أمازيغية، إلا أن ما لا شك فيه عراقة نسب ابن خلدون وعلو شأن قومه، لا سيما أنهم استقروا في الأندلس وتسلموا مناصب مرموقة في البلاد. قضى ابن خلدون المرحلة الأولى من حياته في مدينة تونس، وهي المرحلة التي جمع فيها العلم، ومن ثم شغل وظائف سياسية وديوانية عدة في المغرب وتونس الجزائر، كما امتهن التدريس والقضاء في مصر. انتهى ابن خلدون من تأليف كتابه الأول لباب المحصل في أصول الدين سنة 752 للهجرة، أي قبل حوالي 700 عام، وله أيضا كتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل، بالإضافة لكتاب العبر في ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والأمازيغ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو موسوعة تاريخية من 7 مجلدات. تناول في مجلده الأول المقدمة، والتي تعد أشهر مؤلفات ابن خلدون. تعتبر مقدمة ابن خلدون عملا رياديا أصيلا وبحثا علميا تحليليا، تناول فيه جميع ميادين المعرفة من الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع والسياسة والطب، كما تحدث عن تطور الأمم والشعوب ونشوء الدولة وأسباب انهيارها، مركزا في تفسير ذلك على مفهوم العصبية وأثرها على الإنسان. ابن خلدون هو واحد من المؤرخين والعلماء الذين أثروا التاريخ الحضاري لبناء أي حضارة أو دولة أو مجتمع، وسبق ابن خلدون غيره من المفكرين إلى العديد من الآراء والأفكار، حتى اعتبر ابن خلدون مؤسسا لعلم الاجتماع.